أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأدرك صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العلى ووحدانيته أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن في الدنيا ومن أهله يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ومرحبا بالحضور جميعا في هذا اللقاء المتجدد والذي نعيش فيه مع القرآن الكريم. واليوم بأمر الله تعالى بداية جديدة مع سورة جديدة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجديد فيها من الخير وأن يجعلنا الله جل وعلا من أهل هذه السورة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. والحديث معنا بأمر الله تعالى هو حديث عن سورة آل عمران. وآل عمران أناس طيبون من خلق الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم الله جل وعلا على كثير من خلقه. وقد قال ربنا جل وعلا في هذه السورة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وفي المرة الماضية كان حديثنا بفضل الله تعالى عن محاور سورة آل عمران، وذكرنا ذلك بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا بأن الموضوع الأساسي في هذه السورة المباركة هو الثبات. الموضوع الأساسي في هذه السورة هو الثبات، الثبات على المنهج الذي فصله الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فسورة آل عمران هي امتداد لسورة البقرة. سورة البقرة تحدثت عن المنهج هدى للمتقين، وجاءت سورة آل عمران لتتحدث عن الثبات على هذا المنهج، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اليوم إن شاء الله تعالى قبل أن نبدأ في هذه السورة المباركة، وقد علمنا بأنها سورة مدنية وأن ما قبلها كذلك سورة مدنية وأن ما بعدها كذلك سورة مدنية، فالثلاث سور مدنية. السؤال هنا: ما العلاقة بين سورة البقرة وبين سورة آل عمران؟ وما العلاقة بين سورة آل عمران وسورة النساء؟ وما العلاقة بين أول سورة آل عمران وآخر سورة آل عمران؟ إحنا محتاجين وإحنا بنقرأ القرآن كده عود نفسه وإنتوا بتقرأوا، هو ليه ربنا حط السورة دي هنا؟ ما في سورة وضعت في مكانها إلا لحكمة، إلا لسبب معين. وده يخلينا ندرك إدراك يقيني بأن ترتيب المصحف بهذه السورة ترتيب إيه؟ ترتيب نبوي، توقيف، ترتيب إلهي. إيه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام كان يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، آخر رمضان للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة كم رمضان صامه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسع رمضانات، لأن النبي بدأ الصيام في سنة 2 ومات النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11، فصام 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، 10 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. كل رمضان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجع معه القرآن. السنة اللي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام راجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كم مرة؟ مرتين. ودي بيقولوا ان هي كانت علامة من علامات دنو اجل النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ما نقول البقر، العمران، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف، التوبة، الانفال، يونس، هود، بهذا الترتيب، ده ترتيب ترتيب إله نبوي اخذه من جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جبريل أصلاً أخذه من الله جل وعلا، وهو أصلاً القرآن في اللوح المحفوظ من ذا كلام الله القديم بنفس هذا الترتيب على نفس هذا النسب. مهما اختلفت الأحداث وتعددت الأزمنة، القرآن نزل في 23 سنة، لكن القرآن قبل أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب الموجود معانا في المصحف الآن من أول الحمد لله رب العالمين لحد من الجنة والناس. واضح هذا الكلام؟ تعالوا بقى الآن دلوقتي
هل ترتيب صورة زي صورة مجيء المجيء بصورة زي صورة آل عمران بعد صورة البقرة، هل هناك علاقة بين الصورتين أم لا؟ لابد. تكلمنا المرة اللي فاتت سريعا عن بعض الأسباب الموجودة أو بعض العلاقة، لكن تعالوا اليوم نأخذ الأمر بالتفصيل. مما ذكرناه في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هاتين السورتين ووصف كل واحدة منهما بأنها زهراء، يبقى دول اسمهم الزهراوان. الزهراوان الزهراوان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أكرمه الله جل وعلا بحفظ الزهراوين، بحفظ الزهراوين ولا الزهراوان؟ هم زهراوان ولا زهراوين؟ الاثنين صح، بس حسب الموقع في الجمعة من الإعراب، حسب الجرامر. مش كده بتسموه الجرامر بتاعكم في الإنجليزي؟ إحنا عندنا برضه شوية جرامر كده الله يبارك فيه. يبقى نقول الزهراوان لما يكون مرفوع مبتدأ أو غير مبتدأ أو فاعل، ونقول زهراوين إذا كان في محل نصب أو محل جر. يمين وراء. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويغار بالياء. مفهومة الجملة دي؟ مفهومة مش كده؟ تراجعوا لأنه قد تحتاجوا لهذا مع أولاد، مع أولادكم إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى عندنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ الزهراوين يوم القيامة إيه اللي يحصل له؟ في غمامتين عظيمتين يستظل فيهما صاحب هاتين السورتين. هما غمامتان ولا غيايتان ولا عبارة عن إيه بالضبط؟ هما عبارة عن سحابة عظيمة من الطير، نعم أشبه ما يكون بذلك، يأتي يوم القيامة والعبد فيهم. يبقى أدي أول علاقة بين الاثنين. طيب العلاقة الثانية، وحاولوا معايا كده سريعا، تمشوا معايا سريعا، هنلاقي أول سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية رقم 1، يقول ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم، الآية رقم 2 بعدها مباشرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى الحديث عن الكتاب. طيب الآية رقم 3 في سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق، يبقى حديث عن القرآن. تحدث عنه في سورة البقرة بأنه كتاب، بأنه كتاب الأول، لكنه تحدث عنه في هذه السورة باعتبار أنه هو القرآن ولا الكتاب. في البقرة قال ذلك الكتاب، لكنه فيما بعد ذكر القرآن، وإحنا نتكلم وقتين السورة يبقى الحديث فيها يذكر الله جل وعلا الكتاب ومتى يدخل القرآن. فذكر الله جل وعلا الكتاب اللي هو القرآن في الاثنين، في الأول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. خذوها قاعدة ثابتة، السورة التي يذكر فيها، التي يذكر في أولها الكتاب، فذكر الكتاب يغلب على ذكر القرآن. ها تاني، أي سورة ربنا سبحانه وتعالى يشير في أولها إلى الكتاب زي سورة البقرة ذلك الكتاب، دوروا على كلمة الكتاب في داخل سورة البقرة هتلاقوا كلمة الكتاب أكثر من كلمة القرآن. لكن لو ذكر الله جل وعلا القرآن يبقى إيه اللي يكون أكثر؟ ذكر القرآن. ونموذج من هذه النماذج خذوا سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، هتلاقوا الأساس إن كلمة القرآن أكثر من كلمة الكتاب. يبقى حتى الكلمة اللفظة الجميلة لما تيجي في الأول واحدة منهم يبقى لها إيه؟ لها اعتبار، لها اعتبار آخر موجود في نفس هذه السورة. طيب الآن دي رقم 2، إشارة إلى الكتاب في كلتا السورتين. في سورة هناك أيضا عامل مشترك بين هاتين السورتين وبين سورة طه، حيث ذكر الله جل وعلا الحي القيوم، فلفظ الحي القيوم لم يرد إلا في هاتين السورتين، إلا في هاتين السورتين إضافة إلى سورة طه، أي الكرسي 255، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. يبقى ذكر الله جل وعلا، والبعض العلماء قالوا بإن هاتين السورتين مع سورة طه اشتملتا على اسم الله الأعظم الذي هو الله الحي القيوم. سورة البقرة الحديث فيها طويل النفس عن اليهود، وذكر النصارى ذكر يعني مرور الكرام،
فكان التفصيل في الشبهات التي أثارها بعض يهود للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فعالجها الله جل وعلا في سورة البقرة، وده موجود فعلا من أول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل في الأول وفي الآخر، يعني في قسط كبير من قبل الربع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لا وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم في الأول، من أول هنا ناخدنا الحاد تقريبا كده قريب من قول الله سبحانه وتعالى لحد فين؟ لا في الأول في وقفة في النص ما ننسخ من آيات أو ننسيها، وبعدين سيقول السفاء إشارة سريعة، وبعد كده قلنا في تفصيل عن المنهج الرباني للأمة الإسلامية، وبعد كده رجع تاني ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وفي حديث آخر يبقى الحديث طويل جدا عن مين؟ عن اليهود في سورة البقرة. طيب في سورة آل عمران الحديث بالتفصيل عن النصارى، وكأن الله جل وعلا أراد أن يجمل الحديث في هاتين السورتين عن أهل الكتاب، عن قوم سيدنا موسى عليه السلام وقوم سيدنا عيسى عليه السلام، فجعل البقرة لقوم سيدنا موسى وجعل آل عمران لقوم سيدنا عيسى، ويبقى اللقاء بينهم الاثنين لقاء إيه؟ قريب، يعني الاثنين بيكونوا وحدة في الآخر. ولذلك في سورة آل عمران سنجد بقى للشبهات التي أثارها النصارى كالحديث عن خلق سيدنا عيسى إله ولا مش إله ولا ابن إله ولا إيه بالضبط، وربنا سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. في سورة البقرة كان الحديث عن الكتاب حديثا مجملا، مجملا بمعنى إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحديث في آل عمران جاء تفصيلا له عن ما، ولذلك في أول تقريبا آيات أربعة أو ثلاثة أو أربعة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يبقى الحديث في البقرة ذلك الكتاب، لكن في أول آل عمران فيه نوع من أنواع التفصيل أنزله الله جل وعلا. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وصف أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بما أنزل، بما أنزل إيه؟ إليه وما أنزل من قبل، هذا إجمالا، لكن في سورة آل عمران نزل عليه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يبقى في البقرة في إجمال وما أنزل من قبل، مش كده ولا إيه؟ من قبل أول ثلاث أربع أول ثلاث آيات من قبل، لكن في سورة آل عمران في تفصيل شوي، فذكر الله جل وعلا الإنجيل وذكر الله جل وعلا التوراة، فقال ربنا جل وعلا وأنزل التوراة والإنجيل. هناك علاقة قوية جدا 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 في الحديث عن الشهداء في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. في الآية 154 في سورة البقرة ولا تقولوا قبلها كده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ها بل أحياء ولكن لا تشعرون، ممتاز. لكن في سورة آل عمران تحدث الله جل وعلا في الآية 169 فقال سبحانه بل أحياء عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى تحدث، وبرضه خلي بالكم البقرة الحديث ما كانش بالتفصيل عن الشهداء، وإنما الحديث كان مجملا، مش الشهداء عند ربهم يرزقون عند ربهم ولكن لا تشعرون، إيه اللي لا نشعر به بقى؟ شوف هنا عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى كان الحديث عن الشهداء إجمالا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران كان بالتفصيل. في سورة البقرة تحدث الله جل وعلا عن في أول السور تحدث عن أول الخلق وأول البشر وأول الأنبياء، إني جاعل في الأرض خليفة، باعتبار أنه خلقه الله جل وعلا من لا شيء، يعني لا أب ولا أم، فاختار الله جل وعلا أن يكون في أول سورة بعد الفاتحة أن يكون الحديث عن من؟ عن الأول، الإنسان الأول والنبي الأول اللي هو أبو آدم، أبو عيسى وأبو كل البشر الذي في خلقه الإعجاز كل الإعجاز، لكن الله سبحانه وتعالى جاء في سورة آل عمران
فأفرد الحديث عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يشير أصلا إلى إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. على فكرة آدم وعيسى هنتكلم عنها بعدين، الاثنين 25 مرة في القرآن الآية دية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الاثنين الرقم 7، كل واحد منهم ذكر قبل ذلك 6، وفي الآية دية الاثنين رقم كام؟ 7، والاثنين ذكروا في القرآن كم مرة؟ 25 مرة. يبقى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، دي يمكن نقف عندها إذا أحيانا الله جل وعلا وأبقانا بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب هنا من ضمن الحاجات الحديث عن المعجزة الكبرى وهو سيدنا مين؟ آدم في سورة البقرة، ويناسب أن تفتتح البقرة لأنها أول السور، ثم بعد ذلك الإعجاز الثاني مع سيدنا مين؟ مع سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. خاتمة أو فاتحة سورة البقرة تتناسب معها خاتمة سورة آل عمران. أول البقرة ربنا بيقول إيه؟ بيقول ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آخر سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في علاقة قوية بين ما افتتحت به هذه السورة وبين ما اختتمت به هذه السورة. دخلني بالكم كمان كده، ربنا وصف أهل الإيمان في أول سورة البقرة قال إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آخر برضو آية في سورة آل عمران، واتقوا الله لعلكم. يبقى الحديث عن التقوى وعن المتقين، والحديث عن الفلاح في أول البقرة وفي آخر سورة، وكأن الاثنين عبارة عن إيه؟ واحدة واحدة. ما هم الاثنين هيتكلموا عن أهل الكتاب، ما هم الاثنين بيتكلموا عن المعجزات الكبرى اللي هم مين؟ آدم وعيسى عليهما السلام. الاثنين هيتكلموا عن الشهداء وعن القرآن، واحد بالإجمال واحد بالتفصيل، يبقى فيه وحدة. فاتفقت الوحدة السورة هنا واتفقت السورة هنا، وضحت الآن الحمد لله. شوف بقى العجيب كمان في السورة، إني ودي فاتني أقولها، في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربنا الآية 29، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران يقول إيه؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لا 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 لا، سبحان الله. فكأني الدعاء الذي ذكر في سورة البقرة حققها الله جل وعلا في سورة آل عمران. الجماعة بعض اليهود لما أنزل الله جل وعلا قوله في سورة البقرة، ماذا الذي يقول الله قرضا حسنا؟ ما عجبهمش الكلام، فقالوا يعني افتقر رب محمد فسأل الناس. فإن ربنا يقول إيه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى اعتراضهم على ما نزل في سورة البقرة كان الرد فيه في سورة آل عمران. ربنا قال ماذا الذي يقول الله قرضا حسنا؟ قالوا ده رب محمد فقير بيسأل الناس. هم يعلمون أن القرض هنا الله لا يأخذ لنفسه، وإنما يأمر العبد أن يقرض أخاه، والصدقة سورة من سورة الإقرار. فلما اعترضوا على ذلك واستهزأوا بالله جل وعلا، قال الله تعالى في آخر سورة آل عمران في الربع الأب الأخير، مشكلة لي قبل لا تبدأهن، قال الله في الربع يستبشرون، قال ربنا جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى دي علاقة بين إيه وإيه؟ البقرة والإنسان. واضح كده؟ البقرة والإمران. تعالوا بقى أحكام برضو متشابهة للإنسان، هنتكلم عن أحكام بعدين. تعالوا الآن في حديث عن الأنبياء، في تلازم بين الحديث عن الأنبياء، والأنبياء كل الأنبياء لله تعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى وما أنزل إلينا في البقرة وما أنزل علينا في سورة آل عمران. لو أعدنا نذكر هذه الأشياء أشياء كثيرة جدا جدا للغاية، فنكتفي بهذا خلاص. تعالوا بقى الآن دلوقتي، إيه العلاقة بين سورة آل عمران وبين سورة النساء؟ أولا بالمناسبة ما في سورة اسمها سورة الرجال في سورة في القرآن، عندنا النساء الكبرى وعندنا النساء الصغرى. النساء الصغرى اللي هي ايه؟ اللي هي سورة الطلاق، اسمها النساء الصغرى. طيب ممتاز ممتاز، ختم الله. خلينا ناخد اخر آية سورة آل عمران بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. اول ايه ايها الناس اتقوا ربكم. فلما كانت التقوى آخر آية هنا افتتح الله جل وعلا بالحديث عن التقوى كذلك في أول هذه السورة. بالمناسبة سورة آل عمران احنا قلنا فيها حديثين في جزئين مهمين. جزء بيتحدث في البداية عن وفد ايه؟ نجران. والجزء الثاني بيتحدث بالتفصيل عن ايه؟ غزوة أحد. غزوة أحد تفصيلا في سورة آل عمران. لكن فيه آية تعالج بعض المواقف في غزوة أحد في سورة النساء، فناسب أن يكون بعدها. ليقال الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الصحابة اختلف عمالين بيتكلموا في المنافقين دول إيه ودول إيه ودول إيه، فربنا أنزل الله جل وعلا الحل فقال فما لكم في المنافقين فئتين مختلفين ليه والله أركسهم بما كسبوا. طيب خلق سيدنا، احنا قلنا سورة البقرة اتكلمت عن سيدنا مين؟ آدم. وسورة آل عمران كانت عن خلق سيدنا عيسى عليه السلام، باعتبار أن عيسى عليه السلام خلق من أب، خلق من أم ولا أب له. كان هناك بعض كلام من اليهود عن سيدنا عيسى عليه السلام وعن أمه، ولذلك وقولهم على مريم بهتان عظيم في سورة النساء آية 56، وقولهم على مريم بهتان. يبقى لما نفى الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام الربوبية، وده عبد زيه زيكم بالضبط إلا أن في خلقه آية. طيب ما إيه ده في عندنا ناس نوعين، ناس عايزة تعبد سيدنا عيسى باعتباره ابن الله أو هو الله، وناس تتهم أمه بالزنا والعياذ بالله. فبرأ الله جل وعلا عيسى من الربوبية في آل عمران، وبرأ الله جل وعلا أمه في سورة النساء، فقال ربنا سبحانه وتعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ولما تحدث عن سيدنا عيسى قال إيه؟ قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا أبلها كمان بشوية، يقول ربنا سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مين؟ إلى مريم. يبقى عيسى الآية دي وكلمته ألقاها إلى مريم، بتبرى سيدنا عيسى ولا بتبرى سيدة مريم؟ الاثنين. وكلمته يبقى هو مخلوق مش خالق، يبقى هو عابد مش معبود. وكلمته ألقاها، من الذي ألقاها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى عيسى عبد. طيب ألقاها إلى مريم، يبقى مريم هذه إنسانة عظيمة، هذه مبررة من هذه العيوب. يبقى هنا عالجت سورة آل عمران الحديث عن سيدنا عيسى باعتباره إله كما يزعم البعض، وكذلك سورة إيه؟ سورة النساء. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وبعدين دفاع عن أم سيدنا عيسى بالتفصيل في أكثر من موضع في هذه السورة، كما في قول الله سبحانه وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقول الله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فناسب أن الصورتين يكونوا إيه؟ جنب بعض، أشبه ما يكون بوحدة واحدة كذلك. طيب في سورة آل عمران مما تحدث الله جل وعلا عنه عن سيدنا عيسى في الأول كده، ربنا قال إيه؟ في ربع فلما أحس عيسى منهم الكفر قال الله جل وعلا لسيدنا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مش كده ولا إيه؟ في سورة النساء رد الله جل وعلا على من زعم أنه قتل، فقال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. يبقى المعنى بيكتمل لما نجيب الآيتين مع بعض أو الموقفين مع بعض أو الموضعين مع بعض، موضع سورة آل عمران مع موضع سورة سورة النساء، شايفين التناسق الجميل؟ إني متوفيك ورافعك بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الراسخين في العلم، مش كده ولا ايه؟ تحدث في آل عمران والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كلمة راسخون في العلم تتكرر مرة ثانية بالتفصيل في سورة النساء في الآخر خالص، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك،
هناك في الاخر خالص في ربع ان اوحينا او قبل ايه قبل ربع ان اوحينا بايه لحافظ من الحافظ قبل الربع الاخير بايه ان والراسخون في سورة النساء والراسخون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه. يبقى لما تحدث الله جل وعلا عن المتشابه في القرآن الكريم وأن الله سبحانه وتعالى جعل للراسخين في العلم ميزة عند مثل هذا الأمر فقد فسر الله جل وعلا ذلك وذكر صفة الراسخين في العلم بأنهم مؤمنون ويؤمنون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب في سورة آل عمران أيضا كان الحديث عن أو في السورتين حديث عن النساء وعن الشهوات في الربع الأخير في آخر الربع الأول من سورة آل عمران قال ربنا جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يبقى في عندنا هنا شهوات. بالمناسبة هي واحد يقول جعل الله جل وعلا النساء يعني في داخل الشهوات المال والبنين. طب ما ربنا ايوه طب ما هنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ما هو البنين موجودين الآن أهوت. ما العلة في ذلك؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأمر بهذه السورة إذا الأمر يحتاج إلى وقف. طيب في سورة النساء لما تحدث الله جل وعلا إجمالا في سورة النساء في سورة آل عمران جاء الحديث عن النساء بالتفصيل. النساء اللي هم يحلوا يعني للرجل أن يتزوج منهم منهن جاء ذلك بالتفصيل. لما ربنا قال زين الناس حب الشهوات من النساء أن النساء بطاقات يوم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالتفصيل في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلا 14 نوع لحد والمحصنات وبعد كده ما وراء ذلك. يبقى هذا يباح للإنسان ما كان ذلك بالشروط التي جاءت عن النبي المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. ايضا اخر شيء ممكن نذكره في هذا الامر ان ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث كذلك عن هذه الشهوات التي ربما من جمع المال الذي ربما يظن الناس ان المال يؤتى باي طريقه كانت ذكر الله جل وعلا ان من افضل الأشياء التي يجمع بها المال إنما يكون من الميراث ففصل الله جل وعلا الميراث في سورة النساء. ده تقريبا مجمل للحديث عن العلاقة بين سورة البقرة وبين سورة آل عمران. مش عارف نبدأ الصفحة الأولانية ولا نكتفي بهذا؟ نبدأ الصفحة الأولانية؟ احنا معنا ربع ساعة عشان الصلاة فخلونا الآن دلوقتي ناخد مرور الكرام وإذا ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر فالله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه هي الآية الثانية السورة الثانية التي تفتتح بالحروف المتقطعة. وكما نعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الحروف المتقطعة ذكر الله جل وعلا الحروف المتقطعة 14 حرف في القرآن الكريم 14 حرف اللي هي الحروف المتقطعة جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر. وأي صورة فيها الحروف المتقطعة وإحنا المنمضين تبقى صورة ما احنا لسه بنقول مدنيه ايه؟ يبقى ما عدا ايه؟ البقره وال عمران ما عدا البقره وال عمران دي تكون صور مدنيه. البقره مدنيه وال عمران مدنيه وما سوى ذلك يعني الف لام ميم صاد في سوره ايه؟ نعم يبقى سوره الاعراف ايه؟ صاد في سوره ايه؟ تبقى ايه؟ مكيه. لما نقول قول الله سبحانه وتعالى مثلا حميم عندنا كم حميم؟ سبع حميم من اول غافر ها الاحقاف لا خلينا بالترتيب غافر الصلة الشورى الزخرف الدخان الجاثية الاحقاف ادي سبعه كلهم
كلهم مكي وكلهم حميم وكلهم مكي، يسموهم الحواميم او البعض يسميهم آل حاميم، كلهم مكي كل. عندنا ألف لام راء، كم ألف لام راء؟ في عندنا يونس من الأول كده، يونس وهود ويوسف بس، والرع ألف لام ميم راء، هذه الوحدة ألف لام ميم راء. نيجي عندنا في التواصيل، عندنا طاسين وطاسين مين، طاسين عندنا صورة النمل طاسين، ها وايه كمان والشعراء طاسين، طاسين الشعراء طاسين مين. ما القصص ايه؟ لا عكست كده، القصص طاسين، ها شوفوا لنا كده، شوفوا لنا القصص، النمل طاسين والشعراء طاسين. القصص طاسين، طاسين مين، والشعراء طاسين مين، الشعراء رقة طاسين مين، طاسين مين، والله سبحان الله. يبقى عندنا الشعراء والقصص طاسين مين، وعندنا سورة النمل الواحدة اللي هي طاسين. دي كلها صور ايه؟ هذه كلها صور مكية، واحنا مغمضين تبقى على طول صورة مكية. مش هنتكلم كتير عن ألف لام ميم، لأني باختصار شديد كلمة ألف لام ميم تحدث فيها كل العلماء، يمكن ذكرناها قبل ذلك مع بعض في سورة البقرة، وأجمل ما قيل فيها حاجتين، إما أنها من المتشابهات التي ستأتي في هذه السورة، وإما أن الله جل وعلا يريد أن يخبر العرب فيقول لهم يا أهل مكة يا أيها الفصحاء والبلغاء، هذا القرآن يتكون من الحروف التي تتحدثون بها، فإن شئتم أن تأتوا بمثله فأتوا. ولذلك في الغالب لازم تشوف، لابد أن يكون فيه إشارة إلى القرآن إلى الكتاب في مفتتح أي سورة بعد تفتتح بألف لام ميم، ده الأصل، الأصل يكون كده على طول. ولذلك هتقولي سورة كده ما عدا العنكبوت وما عدا الروم، الاثنين دول عشان ما حدش دور عليه، لان الروم في الاول الف لام ميم غلبت، غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ما فيش اشاره احفظوها بره. العنكبوت الف لام ميم، ها احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فالغالب الاعظم ساعه ربنا بيجيب حروف متقطعه تبقى ايه؟ في اشاره الى القران. قاف، ها والقران، صاد والقران دي، ياسين والقران الحكيم، طه ألف لام ميم ذلك، نون والقلم وما يسطرون. في إشارة إلى مثل هذا الأمر، وده يخلينا نقول إن الرأي الراجح من الأقوال هو الرأي الذي يقول بأن هذه الحروف المتقطعة ليست من المتشابهات التي نؤمن بها هكذا، وإنما قد يكون، لكن يريد الله جل وعلا أن يخبر هؤلاء العرب بأن القرآن الذي نزل على النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام بالحروف التي تتحدثون بها. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اتكلمنا قبل كده وقلنا إن الله ده لفظ الجلالة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في سورة مريم، هل تعلم له سميا؟ فيش حد سمى بالله، هل تعلم له سميا؟ فيش حد حتى ذلك الوقت تسمى باسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة الله هي تعلم على الذات. ومن الجميل في اللغة العربية الجماعة بتوع النحو ما يعلموا لفظ الجلالة يقولوا ايه؟ لفظ الجلالة منصوب، يقول لك منصوب على التعظيم، ها؟ منصوب على ايه؟ على التعظيم. وبعدين لما يجي يقول لك مثلا، يقول لك في اما يكون نائب فاعل فما يقولكش مبني للمجهول، لا 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 لا، انه مبني ايه؟ مبني على ما لم يسمى فاعله، مبني على ما لم يسمى فاعل. اما اقول مثلا، اما اجي اقول انزل الله الكتاب او انزل الله القران على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، انزل الكتاب، يبقى ده بنسميه فعل ايه؟ مبني للمجهول. اوعى تقول مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. هل الله يكون مجهول؟
لا آه دي 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 حاجة لا. لكن لما أقول أكل الولد التفاحة أقول أكلت التفاحة، أكلت من الأكلة هنا بنسميه فعل إيه؟ مبني لل، لكن أنزل الكتاب أنزل فعل مبني ها؟ لما لم يسمى فاعل ليه؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى. هتبقى مجهول؟ ما فيش من هو ليس مجهولا، هو لم يذكر آه، يبقى ما لم يسمى فاعله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب، الكتاب إنه هو إيه؟ القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى الفرقان هنا إيه؟ القرآن. إزاي يبقى أنزل نزل هو يقول مرتين ليه؟ هذا قول، هذا قول، لكن هناك قول ضعيف قول بأن الفرقان هو التوراة. لكن خلينا نقول بقى بالراحة كده، لما ربنا قال نزل عليك يا محمد الكتاب هو القرآن بالحق أي لا شك فيه، وده يمشي مع قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب ها لا ريب فيه لأنه نزل بالحق مصدقا لما بين يديه. بين يديه بمعنى إيه؟ ما قبله من الكتب. ومصدقا هنا بمعنى مهيمنا وبمعنى مؤكدا وبمعنى مصدقا لما بين يديه. وخلي بالكم أما نقول مصدقا لما بين يديه، أما أقول جلس الأستاذ والطلاب بين يديه، يبقى في حالة محالة من حالة التعظيم لمين؟ للأستاذ، مش كده ولا إيه؟ والقرآن لما نقول لما بين يديه فكأن القرآن بالنسبة لما سبقه من الكتب كأنه هو المعلم وهو المهيمن وهو المسيطر. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة المائدة مهيمنا، يبقى هو مهيمن وهو مصدق لما بين يديه، يعني لما سبقه من الكتب. أي كتب؟ كل الكتب، كل الكتب. وذكر الله جل وعلا منها وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، ده طبيعي هما أنزلوا من قبل عليه الصلاة والسلام. وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان آه. قال بعضهم التوراة وهذا قول ضعيف، وقال بعضهم القرآن وهذا قول ضعيف. والصحيح هو أنزل الفرقان أي الآيات الواضحات البينات والحجج القاطعات التي تكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا لفتة جميلة وخلينا نبدأ فيها المرة اللي جاية. مش ملاحظين كده الفعل نزل والفعل أنزل؟ نعم. نزل أنزل باختصار شديد. إيش نزل مر نزلت مرة واحدة؟ نزل لا معكوس، نزل هو نون اكبر، نون اكبر. اما اقول نزل ولا انزل؟ نزل في ايه؟ تحس في شده. اوه فقالوا ما نزل جمله واحده فانزل، وما نزل مرارا وتكرارا نزل. والقران نزل قال لك سوره الفرقان، قال ربنا جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. في سورة الأول ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. يبقى إذا كان الأمر متكرر فيختار نزل نزل من متكرر نزل. وإذا كان الأمر دفعة واحدة جملة واحدة فيبقى أنزل. خلي بالك في سورة محمد، سورة محمد ربنا بيقول إيه في سورة محمد؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة فإذا هات الآية من أولها. ويقول الذين كفروا لولا أنزلت سورة، لولا أنزلت سورة، سورة محكمة. فإذا أنزلت سورة محكمة نزلت على الطبيعي، فإذا أنزلت جملة واحدة سورة محكمة، فلما كانت جملة واحدة أنزلت أنزلت. ولذلك طب تعال شهر رمضان الذي لماذا نزل؟ لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي أنزل جملة واحدة. مش القرآن أنزل جملة واحدة في رمضان؟ نزل منين لفين؟ من البيت المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فهنا تكون القضية، لأن البعض يقول لك ما القرآن أنزل، برضو في بعض الحكايات يعني أنزل نقول آه أنزل. فإذا كان المقصود به جملة واحدة فيبقى تأتي الهمزة أنزل أنزل. وإذا كان نزل على مرات ومرات 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 فإنما يكون نزل.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل وعلا، ونبدأ في المرة القادمة من أول سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. جزاكم الله كل خير. لو في أسئلة سريعة معنا 3 دقائق أو 4 دقائق إن شاء الله. تفضل. حد يسأل ها؟ في حد يسأل؟ هيسألوا بعض بقفل.